طب العيون عند القدماء المصريين. عرف المصريون القدماء أهمية العين في الإبصار، فاهتموا اهتماما شديدا بالعيون وأمراضها وبرعوا فيها، وكانت للعيون مكانة كبيرة في علومهم، كما كان لأطباء العيون لقب مميز في هذا العصر، وناقشت العديد من البرديات أمراض العيون بشكل مفصل. وفي هذه البرديات وصفوا علاجات للعديد من الأمراض، منها ظهور دماء في العين وتدميع العيون وتورم العين والمياه البيضاء والتهاب الملتحمة الحبيبي والرموش التي تنمو للداخل ودم للجفون ونزيف العين والتهابات العيون، كما ذكروا عدة وصفات لتقوية الإبصار. في أحد المقابر تم العثور على رسومات تشير لطبيب يخرج جسم غريب من عين مريض، مما يشير على اهتمامهم بهذا العلم.